يبدو أن انتصارات 14 آذار الطالبية والنقابية تتوالى، فبعد الجامعة اللبنانية الأمريكية ونقابتي المحامين في شمال وبيروت، ها هو تحالف 14 آذار والتقدمي الاشتراكي يحصد غالبية مقاعد الحكومة الطالبية في الجامعة الأمريكية. في ظل أجواء غلب عليها الهدوء والطابع الديمقراطي، عبر الطلاب عن آرائهم وسط تنافس محموم. تحالف السنة قوى 14 أدار اللي متعودين عليها كنا من 2005-2009 بكل مكوناتها، اللي هو تيار المستقبل، حزب القوات اللبنانية، ومنظمة شباب التقدم الاشتراكي، كلهم بهالحلف. بقى هذا الحلف مثل ما انتم بتعرفوا من 2005-2009 ما خسر الانتخابات، وهالسنة نحن وفاي اوبتيمستيك على النتائج وإن شاء الله خير. أما من لم ينتخب سياسيا أو قاطع فكانت له أسبابه الخاصة. وقت تقاطعت عم توصل المسج للعالم أنه أنت صوتك ما له معنى، لأنه مين ما عم يطلع، كل سنة بيطلع حدا غير حدا وما بتستفيد شيء. ما بدي صوت. ما بحب هالقصص وما خصني بهالقصص اصلا، ما بفهم فيهم. ما راح سويت لانه كله اتس ريليجيوس وسياسي وعن اصحاب وهيك، فما شفت بالسنين اللي مرقت شيء ديفرنس، فما راح سويت هالسنه لانه كمان ما راح يتغير شيء. تختتم الجامعه الامريكيه مسلسل الانتخابات هذا العام بتكريس تفوق اذاري طالبي ونقابي، على امل ان يستكمل باجراء انتخابات نيابيه ورئاسيه.